الاسبانيا في المركز السابع، تعادل مع اسبانيول بدون اهداف، فوز على خيرس في المركز التاسع بهدفين مقابل. سولدادو يسجل هدف عاشر له في الليغا، ويسجل ايضا عكس التيار، يسجل ايضا عكس التيار مع فرحة ميشيل. كرة امامية كانت لصالح ختافي، والاخطاء تتكرر من الدفاع من الحارس، والهدف يأتي ببراعة سولدادو. هذه الكرة الأمامية بين المدافعين، والخطأ الخطأ من سيرخيو سانشيز، والخروج اللي ما له داعي كان أيضا من أندرياس بالوب، والتفاهم الغير موجود يقضي عليه تماما ويسجل به سولدادو. يا سلام يا سلام يا سولدادو، يتواجد في المكان السليم روبرتو سولدادو في المكان السليم.